السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو بنتكلم معاكم عن كيف ناخذ خشب هذه الطبلات او هذه البلتات ونحولها الى حوض زراعي مثل هذه. تابعوا وياي. طبعا الفكرة مو فكرتي انا من اساس، الفكرة اساسا جات من عند الاخ السيد حسين موسوي صاحب حساب موسوي جاردن، وراح يطلع عندكم الرابط في اسفل الفيديو هني. مجرد ان اخذت من عنده الفكرة كعموم ان استخدام خشب البلت لصناعة هذه الأحواض، ولكن الطريقة اللي راح أتبعها غيرت فيها شوي وطورت فيها شوي، لكن حبيت أن أنسب له أساس الفكرة لأنه هو كان صاحب الفكرة الأساسية اللي شفتها عنده، ومن بعدها أنا طورت الفكرة. أول خطوة راح أبتدي فيها اللي هي إزالة المسامير وتفكيك الخشب كأقطع، أساس نقدر ننتقل للخطوة اللي بعدها اللي هي أن احنا نحك الخشب ونعمه تدرجا ب درجات من الورق الشامي أو الورق اللي نستخدمه إن نحك الخشب ويصير ناعم. بعد 3 أيام من العمل على هذا الخشب وتفكيكه، فالحمد لله الحين صار عندي الكمية اللي أحتاجها من الخشب. عندي هذه المربعات راح أستعملها في مشروع ثاني إن شاء الله، مشروع شخصي راح يكون. وفي عندي خشب اللي مبين عندكم ورا هناك، بعضه تكسر، بعض المسامير ما قدرت أزيلها منه مثل هذه المكعبات. فاللي راح اسويه في هذه الخشب اللي ما قدرت ازيل منه المربع المسامير بالذات هذه القطع الكبيره، هذه راح استخدمها في مشروع ثاني ان شاء الله، راح احاول استفيد منها، ما ابغى اخسر شيء. الخشب اللي تكسر ايضا راح احاول استخدمه في قطع من المشروع هذه اذا قدرت. فالحين الخطوه التاليه ان احنا ناخذ الخشب ونحاول ان نحكه بورق الشامي على أساس نزيل هذه العلامات وننظف الخشب بقدر المستطاع ونزيل أي خشونة في الخشب ويكون أملس على أساس نقدر نصبغه. فالحين اللي راح أسوي إني راح أبتدي أحك الخشب كله، كل القطع راح نحكها من كل الجهات، من الجدام ومن من الأمام، من الخلف، من الأطراف كلها، حتى هذه المربعات راح أحك منها اللي أحتاج. ولكن شيء مع ان هذه يمكن ما استخدمها في هذا المشروع، ولكن نقطه احب اشارككم فيها اللي هي ان هذه الختم اللي هو انه يبين ان هذه الخشب ماخوذ من البلتات او من هذه الخشب نفسه، احب احتفظ فيه، فما احب احك الجنب اللي يكون فيه الختم هذه انه يبين ان خشب تم اعاده استخدامه، يعطي نوع الطابع انه شيء أنا سويته أو استخدمت مواد موجودة، فما نخسر الخشب إنه قمنا بإعادة استخدامه. تنعيم الخشب راح يمر في درجات وراح يأخذ وقت طبعاً، فهذه راح يأخذ وقت أكثر من كذا يوم، ولكن راح نتدرج في تنعيم الخشب بدرجات من الورق الشامي. فعندي 80 رقم 80 اللي هو شوي خشن، بعدها 120 150 180 إلى 220 اللي يعتبر ناعم جدا فيكون نهائي. فنتدرج من الأخشن إلى الأنعم ونحك على أساس أن نوصل مرحلة ناعمة قبل لا نقدر ننتقل للمرحلة اللي بعدها اللي هي صباغة الخشب. فراح أشتغل على الخشب كله، راح أبتدي أشتغل أن أحك الخشب، وما راح أصور لكم العملية كلها، راح أراويكم مقتطفات وراح تفهمون الفكرة. فمثل ما احنا شايفين الحين بعد عمل كذا يوم هذه النتيجة اللي وصلت لها مع الخشب. طبعا في جنب اللي راح يكون الجنب الداخلي، راح اختار الجنب اللي ما وصلت وياه الى نتيجة خلنا نقول تستحق العرض، يعني هذه الخطوط نوع الشموخ اللي صايرة غزيرة، فلو احتاج احك راح يطول معي. بالمقابل هذه عندي شوي احسن، وايضا فيها هذه النقشة الطبيعية من الخشب مع الصبغ راح جدا تصير حلوة. فلما وصلت الى 220 حكيت الخشب، فعندي هني مثل ما انتم شايفين هذه الالواح خذت صبغ، ولكن هني راح ابين لكم نقطة مهمة. هذه الالواح لما صبغتها مثل ما قلت لكم استخدمت صبغ جوتن، لما صبغت الالواح
صار لونها نوع الأصفر الذهبي، نوع الرملي يعني، كأن خشب فاتح جدا، وما كان هاي اللون اللي كنت أبغيه. مع أن صبغتها مرتين على أمل أن يصير أغمج، ما صار أغمج. رجعت الصبغ للمحل، عدلوا لي الخلطة فأضافوا حق الخلطة. فأي شخص حاب يستخدم هذا اللون، طبعا هذه طبقة واحدة من هذا اللون، راح أعيد طبقتين وراح أرويكم شكل الطبقتين جربتها، فيحتاج يرجع للملصقين، وراح أيضا أحطهم لكم في الشاشة اللي حاب ياخذ منها صورة، راح تساعده إذا حاب ياخذ نفس الخلطة. هذه الألواح مثل ما ذكرت مصبغة صبغ واحد، ولكن جربت في قطعة واحدة اللي هي هذه، فنشوف الفارق في اللون إنه صاير فعلا أغمج من هذين. هذه طبقتين من نفس اللون، فمثل ما بين عندكم، فراح أعطيهم بعد طبقة من الصبغ نفسه على أساس شوي يأخذون لون أغمج، وراح أصبغ داخل والأمام، يعني الأمام والداخل أو الخارج والداخل، على أساس الخشب يأخذ كل اللون من كل الأطراف. حتى الأطراف راح أصبغها لأن الصبغ دي يحمي الخشب عموما. وبعدها إن شاء الله راح أصبغ بالوارنيس أو الفارنش على أساس أحمي الخشب من الرطوبة. هذه راح تكون على مدى 3 طبقات، وراح أبينها لكم أيضا، وأيضا راح أعطيكم رقم المنتج علشان تقدرون تستخدمونه لو كنتوا حابين. فراح أوصل صباغة الخشب. الحين بعد ما صبغنا الخشب هذه اللي استخرجناه من الطبلات أو من البلتات، وصبغناه بطبقة من الوارنيس أو الفارنش اللي هو هذه الشفاف بس علشان يحميه من الرطوبة ومن الشمس، 3 طبقات كل جهة. قطعت أيضا هذه الخشب من خشب مثل هذه اللي هو المربع، اللي هو بوستين في بوستين، فهو مربع 2 بوصة في 2 بوصة. هذه راح نستخدمها داخل، ولكن أيضا لازم نصبغها بالوارنيس أو الفارنش. وأيضا خذت قطع من الخشب اللي هو 2 بوصة سمك في 4 بوصة، قطعتها بطول 65 سنتي. قطعت من هذه 8 قطع، صبغتها من كل جهة مرتين، وأيضا راح أحتاج أصبغها بالوارنيس على أساس أحميها أيضا. هذه راح تكون للريول للصندوق نفسه أو للحوض اللي راح أزرع فيه. فراح أصبغهم بالوارنيس الشفاف 3 طبقات كل جهة نفس ما سوينا في هذه، وبعدين راح ننتقل للمرحلة الجاية اللي هي تجميع القطع، ونبتدي نركب إن شاء الله في الحوض. الحين عندي كل الخشب جاهز مثل ما ذكرت، هذه الخشب اللي خدناه من الطبلات، هذين الاثنين، هذين راح يكونون الوجه والظهر والأسفل، هذين راح يكونون الجوانب العرض عبارة أو الغزر. هذه القطع مثل ما ذكرت 2 بوصة في 2 بوصة خشب، شريتها مثل هذه، قطعتها من هذه بالأحرى، نفس العملية، حكيتها صبغتها وغطيتها بالوارنيس على أساس عن الرطوبة والماء. طولها 32 سنتي على أساس من داخل، وهذه الريول اللي قطعتها من خشب سمك 2 بوصة في عرض 4 بوصة على أساس تكون الريول، طولها 65 سنتي، ونفس العملية، حكيتها وصبغتها وغطيتها بالوارنيس. الحين راح نبتدي الخطوة اللي بعدها، اللي هي راح نختار ونبتدي نركب القطع مع بعض، وراح ندعمها بهذه. فراح نختار الأشكال اللي نبغيها في الواجهة وفي الخلف، راح نركب على أساس نوعا ما شوي ناخذ الشكل اللي نبيه يعني. فراح نبتدي نخلط ونشكل بين بعض الخشب اللي فيه يعني، مثلا هذه في شلخ، في شوي تجويف، في بعضها أنظف منه، مثلا هذه أنظف. فراح نشكل شوي على أساس يعطي كأنه مظهر انه يكون معتق، او يعني يكون الحوض قديم شوي الى حد ما. فمن مجرد راح نصفهم وراح ابين لكم الطريقة.
فمثل ما احنا شايفين هذه الأربعة راح يكونون مثلا الواجهة للحوض، فأنا أبغي يكون في شوي خلنا نقول شموخ وتجويف وطقات وكذا على أساس أنه يبين كأنه معتق مثل ما ذكرت، وهالفتحات ما سديتها تركتها، أبغي أبين أن هذه استخدمت خشب طبلات أو خشب بلتات على أساس أصنع هذه الحوض. فاللي راح أسوي أني راح أعكسهم إلى الجنب الداخلي، هذا راح يكون الجنب الداخلي بهذه الطريقة، فهذه عندي الجنب الداخلي، بس أتأكد أنها مصفوفة بشكل يعني أنه يكون عندي حد نظيف. فاللي راح أسوي أني راح أخذ هذه القطعة وراح أثبتها في الوسط تقريبا بهذه الطريقة. فاللي راح أسويه على أساس ما ينشلخ عندي الخشب بالذات هذه، بعد راح أحفر فتحات للبراغي اللي راح أركبها، راح أستخدم هذه الريشة على أساس أحفر الفتحات، راح أثقب هذه، وبعدين راح أستخدم مجرد البرغي. تقريبا راح يكون طول البرغي هذه 2 بوصة، فيكون 2.5 إلى 3 بوصة على أساس يمسك لي الخشب بشكل يكون قوي وما يتحرك عندي. طبعا الأطراف راح تثبت في بعضها بالريول، فمجرد راح أعلم محلات البراغي وراح أبتدي أثبتها. راح أترك مسافة شوي في الأسفل، ما راح أثبتها إلى الأسفل كلش، وما راح أوصلها إلى الحد الأعلى، لأن هذه راح يعني إلى أغلب الظن يكون مدفون، ما أبغي هذه الخشب يبين الأفضل يعني. فاللي راح أسوي أني راح أحط واحد هني، فعندي 2 4 6 7 براغي راح تمسك لي هذه الليحان، فراح أحفر هذه الفتحات وبعدين راح أبتدي أثبت الخشب في بعضها على أساس يمسك. فالحين عندي الفتحات 7، اللي راح أسويه أني راح أقيس طول الخشب 40 سنتي، فإحنا تقريبا بالضبط عند 20 سنتي هني، عفوا 20 بوصة، عفوا هي 40 بوصة، فهي 20 بوصة، فنتكلم عن 102 سنتي، فتقريبا عند 51 بالضبط 51، فهذه في الوسط. من ناحية ارتفاع الخشب أستخدم لوح ثاني اللي راح أستخدمه في الأرضية للصندوق، بس على أساس أقيس الارتفاع، هذه الارتفاع ممتاز، فراح أبتدي أدخل البراغي في الخشب. نقطة مهمة هني أبي أذكرها لكم، أنا أستخدم براغي بدل ما أستخدم مسامير، على أساس لو في يوم من الأيام احتجت أفك أسوي صيانة أصلح شيء أغير شيء، عندي براغي بدل مسامير ويكون إزالتها صعب جدا. فبالبراغي لو أنها شوي متعبة أكثر ولكن تمسك أحسن، وبالنسبة لي إزالتها لو احتجنا أن نغير شيء أحسن وأسهل. فمثل ما احنا شايفين الحين ركبنا هذه البراغي 7 وهذه القطعة، فمثل ما احنا شايفين هي ماسكة، اقدر ارفعهم كلهم بهذه، فهي ماسكة القطع 4 كلها، والبراغي راح تكون من داخل فما راح تكون ظاهرة من الخارج، فعساس يعطيني منظر انظف. فراح اسوي نفس الشيء للواجهة الثانية اللي هي نفس الطول 40 بوصة او 102 سنتي، راح اسوي لها نفس الشيء، ونفس الشيء للأطراف اللي راح تكون الجوانب، فراح أركبها وراح أرجع لكم بالخطوة اللي بعدها إن شاء الله. الحين مثل ما احنا شايفين ركبنا الوجهين والأطراف الاثنين، هاي ركبناهم. الحين الخطوة الجاية اني راح أبتدي أركب هذه الريول، بنبتدي بالويوه راح نثبتها من الخارج، وبعدين راح
نبتدي نركب الصندوق كامل. فأول خطوة راح أراويكم إياها إن كيف راح نركب الريول في هذه الإقطاع الأساسية. الويوه راح تبتدي تركب في الويوه أساساً، وراح نحاول نثبت قد ما نقدر في الويوه. فاللي راح أسويه إني راح أحط الريل بالشكل اللي أبيه، هذه يكون يعني أختار الويه الخارجي وخليه تحت، فراح أختار هذه يبدو لي أنظف شوي، فراح أخلي هذه الخارجي. واللي راح أسويه إني راح أحط الخشب في الأطراف بشكل يعني على حد الأطراف، وراح أحط ريل ثاني هناك. بس أتأكد من نقطة مهمة إن الأطراف تكون في حد الريل ما تكون طالعة، فهذه نقطة مهمة. وبعدين راح أحفر مرة ثانية من هني وراح أثبت البراغي مرة ثانية، راح أحاول أخذها شوي داخل وراح نفهم هاي الخطوة ليش بعدين، ولكن ما راح أستخدم براغي طويلة جدا، راح أستخدم برغي يمكن يكون بوصة ونص، فما أحتاج برغي طويل جدا، فراح أثبت هني البراغي بوصة ونص. وبعدين راح يعني أول شيء راح أبتدي بطرف واحد، مجرد راح أستخدم ريل واحدة لأن أرفع الخشب، راح أثبت جهة واحدة وبعدين أثبت الجهة الثانية، وراح أسوي نفس الشيء لهذه القطعة، وبعدين راح نفهم الخطوة اللي بعدها. الحين أرجع ورجع اللوح، مهم جدا إنه مثل ما ذكرت أتأكد إنه يكون بشكل مستقيم. طبعا البعض فيكم راح يلاحظ هالمسامات، وهاي اللي راح يكون لها حل في الخطوات اللي راح تكون بعد. فراح اكمل هذه البراغي، راح اسوي الطرف الثاني، وراح اسوي هذه القطعة ايضا، وبعدين راح نرجع للخطوة اللي بعدها. فمثل ما احنا شايفين الحين احنا ثبتنا هذه الريول من الخارج، فهذه الوجه الخارجي، فمن الداخل راح يكون بهذا الشكل مثل ما احنا شايفين. الخطوة اللي بعدها اللي راح اسويها اني راح اخذ قطعة ثانية من الريول وراح اثبتها بهذه الطريقة بشكل زاوية قائمة على هذه. فعندي هني هذه ثبتها بهذه القطع اللي تثبت الخشب في مكانه، فراح اثبتها. اللي راح اسويه الحين اني راح احفر من الخارج تقريبا العمق اللي اقدر عليه، يعني راح احفر من هذه الجهة واثبت براغي، لان هذه القطعة سمكها 2 بوصة، السمك 2 بوصة هني، فراح استعمل برغي 3 بوصة، فراح يتعدى اللوح كامل ويدخل بوصة الى النص هني على اساس يكون عندي تثبيت قوي، بالذات ان هذه الريول، فراح يكون في واحد في الاسفل، واحد في الوسط، واحد في الأعلى. في كل ريل راح أستعمل 3 براغي للتثبيت، لأن هذه الريول اللي راح يكون عليها الوزن، فأبغي يكون في تماسك قوي إن شاء الله. فراح أبتدي بهذه، راح أراويكم كيف راح أحفرها، وبعدين راح ننتقل للبقية إن شاء الله. قبل لا أبتدي أقيس المسافة من الخارج على أساس أسوي الفتحات، لازم أول شيء أعرف هذه اللوح وين صاير، فأقيس الارتفاع اللي صاير فيه. طبعا أنا عارف أن هذه 2 بوصة، ولكن مجرد على أساس أعرف المكان بالضبط، فبالضبط يعني اللي باقي عندي تقريبا 2 بوصة من اللوح، فأعرف أنه فعلا هذه ارتفاعه
اثنين بوصة، فأنا من طرف اللوح ذي أقيس بوصة واحدة من هذه الجهة، يعني من الطرف ذي أخذ من هذه الجهة بوصة واحدة وبعدين على الارتفاع على أساس أتأكد أن البرغي يتخطر هذا اللوح ويدخل في هذا اللوح بالضبط. فأول شيء راح أقيس الطول، الطول أنا عارف أنه 65، فخلنا نقول 30 هو تقريبا النص، 30 سنتي، فراح أخلي نقطة هني من هذه الجهة لأنها أقرب، فراح أخلي نقطة هني بسيطة بس، وبعدين في الأعلى خلنا نقول راح أخليها في 58، في 58، وفي الأسفل راح أخذ تقريبا 10 سنتي، فعندي 10 والثلاثين والثمانية وخمسين حسب ما ذكرت. فالحين الخطوة اللي بعدها اني اقيس بوصة واحدة من النقطة اللي حطيتها، احط العلامة واحفر. فهاللي راح اسوي اني راح اقيس مثل ما قلنا عند العشرة، هذه 10 سنتي هني هذه النقطة، وراح اقيس بوصة واحدة، فهذه النقطة راح تصير بالضبط هني، فراح اعلمها هذه اول فتحة، فلان هذه راح يكون بهذا الشكل فالفتحات راح تصير من هنا، فراح احفر هذه الفتحات وبعدين راح اركب هذه القطعة في هذه الجهة من الصوبين اليمين واليسار والقطعة الثانية ايضا، وبعدين راح نركب الاطراف. فمثل ما احنا الحين شايفين ركبنا الريول من الجهة الثانية الطرف الثاني، فصار عندي زاوية قائمة من هذه القطع، ثبتناها بثلاث براغي طولها 3 بوصة، فاحنا ثبتناها من كل جهة، فعندي هذه الجهة الأمامية من هاي الشكل الخارجي، وهذه الشكل مثل ما انتم شايفين من الداخل. فطبيعي الحين اللي راح يصير اني راح ابتدي اركب الأطراف الجانبية من هذه الجهة، اول شيء من جهة واحدة وبعدين راح نركبها في الجهة الثانية، والمرحلة الأخيرة اللي هي قياس وتركيب الجزء السفلي او القاعة او الجزء التحتي من الحوض، لان نخليه لاخر شيء لانه لازم يكون في قياسات بالذات للقطع الكبيرة هذه، لازم نقيسها على القياسات النهائية، فراح نعززها بثلاث او يمكن حتى 4 قطع من الخشب اللي 2 × 4 بوصة، على أساس أن وزن التربة بالماء راح يكون ثقيل، فنحتاج شيء أنه يكون يشد الوزن، فراح أخلي واحدة على جنب وراح ننتقل إلى الحين تركيب الأطراف من الحوض. فعندي هذه الجانب الداخلي، فبس على أساس أبين لكم الفكرة اللي راح يصير أن الجوانب راح تركب بهذا الشكل، فراح نساويها بهذا الشكل، وايضا راح تركب ببراغي اللي هي بوصة ونص، ما نحتاج اكثر من كذي، فراح نوازيها وراح نحفر الفتحات، راح نعلمها اول على مكان الارتفاع ونثبتها ببراغي بوصة ونص، ونسوي الطرف الثاني، وبعدين راح ايضا نقيس نفس المسافة من هذا الطرف الفوقي الطرف اللي فوق هني، على اساس نقدر مرة واحدة نثبت في الوجه الثاني من الحوض. فمثل ما احنا شايفين الحين ركبنا الاطراف من الداخل، ركبنا البراغي من داخل، فكل لوح برغيين ثبتناهم في الريول، فالحين راح اخذ الوجه الثاني اللي راح يكون الظهر وراح اركبه فوق، وراح نبتدي نركب البراغي ايضا بنفس الطريقه اللي سويناها هني، على اساس يكتمل
الشكل الخارجي وتبقى القطعة التحتية اللي لازم نقيس لها ونبتدي نقطع حطب جديد. فالحين وصلنا هذه المرحلة ان احنا ركبنا الصندوق او الحوض. عندي هذه الاخشاب اللي هي هذه نفس الطول اللي هي راح تكون 40 بوصة راح تركب بهذه الطريقة. فاللي راح اسوي اني راح اصف الخشب ذي بهذا الشكل، وبعدين راح اثبت هذه الليحان او هذه الاعمدة اللي هي 2 في 4 يعني 2 في 4 بوصة والطول تقريبا 29 بوصة اللي هو على اساس طول هذه، فراح تكون 4. راح اثبت الزاوية هني وهني، وراح يكون في 2 هني على اساس انه نقدر نحط الوزن اللي هو وزن التراب اللي راح يكون من داخل. طبعا في طريقة ثانية انا ممكن اسويها، ان انا ممكن ان انا اول شيء اثبت هاي الليحان من داخل، اقطعها شوي على اساس انها تركب من داخل فتكون داخل الخشب، يعني تكون الى حد هني وهني فتكون داخل، وبعدين الخشب ذي الطويل يكون يعني يكون هو بهذه الصورة، يكون مخفي بهذه الشكل، فهذه الليحان تكون من داخل. ولكن الاثنين راح يعطوني الدعم اللي احتاجه، ولكن الفرق بين هذه الطريقة والطريقة اللي اخترتها ان هذه راح شوي ياكلي من الغزر اللي عندي، فهذه راح يكون داخل التراب، فالاعمدة الاساسية راح او الاعمدة اللي شايلة الوزن راح تكون داخل التراب في الرطوبة وكذا. طبعا الخشب معالج، هذه خشب معالج انا شريته ولكن بعد صبغته ووفرت له الحماية بالطبقة الشفافة اللي هي الورنيس أو الفارنش أو اللي كان تسمونه، فالأفضل أن أحميها وخليها برع، هم أستفيد من المساحة داخل، وهم أن الأعمدة هذه الأساسية اللي راح تستحمل الوزن تكون محمية من أن تكون مدفونة في الرطوبة. ف راح ابتدي في تركيب هذه الليحان. نقطه مهمه في هذه الليحان لان راح نثبتها ببراغي تكون بطول بوصه واحده او يعني 2 سنتي تقريبا 25 ملي، وراح تكون في الاطراف، فمهم ان نحفر الفتحات حتى هني في طرف الخشب هني وهني بالدريل. نستخدم ريشة تكون رفيعة يعني مثلا رقم 3 على أساس نمنع الخشب من أن ينشلخ عندي الخشب لأنه في الأطراف. هذه نقطة مهمة لازم نحفر بالدريل وعقب نركب البراغي. فراح أبتدي هذه العملية، راح أختار الوجه اللي يكون أحسن. طبعا هذه راح يكون في الأسفل فما راح يبين، ولكن أختار الوجه الأحسن لأنه متوفر يعني. اعتذر منكم على منظر البنطلون، بس هذه استخدمها بس حق الشغل يعني، فمعليش اعذروني. اللي في الأطراف راح أحط لهم 4، لكن هذين اللي في الوسط لازم أحط لهم 8 كل واحد حسب الألواح، أساس أنه يمسكون كل لوح ويسندونه بقوة. طبعاً نتذكرنا عندي براغي في الطرف، عندي هني براغي في الطرف، فاللي راح أسويه هني هذا الطرف كله في براغي، فاللي راح أسويه أني راح أحفر شوي على الجنب على أساس أقدر أحط البراغي. Thank you.
الحين من الداخل اللي راح اسويه اني راح اسوي 4 فتحات. طبعا لازم اصغر الريشه. هذه ريشه رجعنا على 3 ملي او رقم 3. فاللي راح اسويه انه مجرد مثلا بس افتح الخشب هذه عندي، فعندي هذه 4 فتحات وراح اركب براغي اللي هي بوصة ونص. عندي هذه وما احتاج اخاف على الخشب اللي في العمود لانه ما راح ينشلخ بسبب انه عمود كبير وفي الوسط، ما عندي مشكلة. فراح اسوي هالعملية في كل لوح، في كل عمود، حتى في الاطراف، وراح نشوف الشكل النهائي لما اركب كل البراغي. فمثل ما احنا شايفين الحين عندي طريقتين ثبت فيها الخشب. عندي هني ثبت ب4 براغي وهني ب3. الاثنين يؤدون لنفس الغرض، ولكن هني مجرد ان اوفر برغي واحد على كل لوح. ف تقريبا نتكلم عن 8 براغي وفرتها، يعني ممكن، ولكن هذه تؤدي لي الغرض يعني، فثابتة وماسكة في العمود اللي في الأسفل. الخطوة اللي بعدها انه راح نبطن الحوض كامل من داخل بتور يكون حديد او ألمنيوم، بس على اساس يعطيني دعم ويمسك التربة. وبعدين راح نبطن في كذا خيار. ممكن نستخدم القماش اللي يستخدم في اللاندسكيبينج او تصميم الحدائق اللي يندفن تحت التربة، هذه حل، او مجرد بلاستيك لتبطين الطبقة الداخلية على اساس يمسك لي التربة. انا صبغت وحطيت ورنيس او فارنش، وراح استخدم بلاستيك اللي هو بوليأثيلين، اللي هو البلاستيك الشفاف اللي نحصله في محلات البناء، لان هذا الحوض ما راح ازرع فيه اي شيء ينكل، راح ازرع فيه ورد، فما يهمني لو البلاستيك تسرب في التربة لانه ما راح ازرع فيه شيء اكله، مجرد راح يكون ورد، فما في ضرر مباشر علي انا او على اي احد. فاللي راح يزرع في الحوض خضروات ينتبه للصبغ وينتبه للورنيس او الفارنش. ممكن نترك هاي الخطوة، نستخدم خشب معالج حراريا او معالج بالضغط، ومجرد نبني ونركب الصندوق، فراح يكون اسرع بالنسبة لكم بدون صباغة بدون اي شيء. فراح ننتقل الى مرحلة تبطين الحوض وان شاء الله ننتهي من هالمشروع. الخطوة اللي بعدها ان راح اخذ هذه البلاستيك، وطبعا راح اخليه بطبقتين، ما راح ابطل الطبقتين، راح اخليه طبقتين على اساس يعطيني شوي تحمل اكثر. وراح ابطن الحوض او الصندوق قد ما اقدر، ارفع المستوى تقريبا، احاول اغطي الاعمدة هذه، راح احاول اغطيها على اساس انه يعطيني حماية الى الاعلى قدر المستطاع. ابي احمي الخشب من الرطوبة، على ان حطيت له حمايه من صبغ ومن طبقه ورنيس او فارنش على اساس احميه من الرطوبه، ولكن البلاستيك ايضا يمنع لي التعفن وزياده الرطوبه. طبعا راح اسوي فتحات تصريف في البلاستيك على اساس يصرف لي الماء، نحتاج تصريف، والخشب فيه مسامات فالماء ممكن ينزل، فراح نسوي فتحات تصريف ايضا في البلاستيك. فالحين مجرد راح احط الفتحات في البلاستيك باستخدام اي اداة ممكن. انا عندي هذه المسمار، وراح طبعا الفتحات راح اسوي فتحات قد ما اقدر. طبعا اختار المسامات اللي بين الخشب، راح تكون هي المكان اللي راح اسوي فيه المسامات هذه. ومثل ما قلت نحاول ان نسوي مسامات بقدر المستطاع، لان ما نبغي
ان الماي يتجمع بشكل كبير ويسبب لنا تعفن في الجذور. ف ممكن سي فتحات او ممكن طريقة ثانية باستخدام اي اداة، مثلا ممكن شوي بس ان اجرح البلاستيك محل الفتحات ويصير في عندي لانه يعني الفتحة مثل هذه مثلا انه يكون في فتحة فالتصريف يكون عالي مثلا، هاي مثال. فمهم ان نسوي فتحات تصريف للمياه في البلاستيك. فهذه الطريقة اللي انا بنيت فيها هاي الحوض. طبعا اعيد واقول هذه مو بالطريقة الوحيدة، في طرق كثيرة، انا مجرد مبتدئ في شغلة الخشب واستخدام الخشب. انا متأكد ان في الكثير قاعد يشوف الفيديو ويقول في اغلاط، في مشاكل، في كذا. صح، يمكن في اغلاط، انا مجرد قاعدة امارسها كهواية وشيء استفيد منه في الحديقة عندي واوفر حق نفسي حل. فبالعكس اللي عنده خبرة في الخشب وكذا ويقدر يسوي شيء احسن، بالعكس هاي شيء ممتاز. واللي عنده نصايح او اي خبرة في الخشب ممكن يتركها في قسم التعليقات ايضا ويفيد المشاهدين، وانا ايضا استفيد. في نقطة هني بالنسبة للي يبغون يبنون احواض على الارض او اللي تكون يعني نفس الريزد بيد خلنا نقول، او الاحواض المرفوعة عن الارض، نتبع نفس الطريقة اللي سويناها حق بناء الجوانب، ولكن في الزوايا نحط الاعمدة اللي نفس هذه اللي هي الخشب اللي يكون 2x2 او 3x2، نحطها في الزاوية ندخلها في الارض، والارتفاع يكون حسب الارتفاع اللي نبغيه حق الحوض. فمثلا عندي هذه 4 الواح، فمثلا عرض لوح واحد يدخل في الارض وبعدين نثبت فيه الالواح بدون هذه الريول اللي ركبتها انا اللي هي الاعمدة، وطبعا بدون الخشب اللي استخدمناه حق القاع والاعمدة اللي تحته. فيكون مجرد حوض مفتوح وتثبت الجوانب فيه، والاعمدة تكون من الداخل اساس منظره من الخارج يكون اذرب، ومجرد ينحط على المساحة اللي نبغيها ونمليه ونقدر نزرع فيه. فأتمنى أن استفدتوا من هذه الفيديو، واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن. بالنسبة إلى ملء هذه الحوض أو الصندوق، راح يكون في فيديو ثاني إذا نزل الفيديو إن شاء الله راح يطلع عندكم الرابط في أعلى الشاشة، وراح تشوفون في موضوع جديد راح أتكلم فيه في ملء هذه الحوض. أتمنى أن تحاولون وتجربون وتطبقون هوايات جديدة بالنسبة لكم في مجال الزراعة، مثلا هذه النجارة والخشب ادخلت علي بسبب الزراعة. فأتمنى أن تحاولون وتستفيدون وتشغلون نفسكم بشيء مفيد وتعلمون هوايات جديدة، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.